Hi there, students of Group 1. Today we are going to explain the question tag. تعال كده نعرف ايه الكلام اللي هيتقاله النهاردة ده. احنا عندنا حاجة في الانجليش او a model of a question in English called question tag. Question tag بالعربي يا سنة اولى معناه كده السؤال المزيل. من اسمه كده ان هو it comes at the end of the statement, بيجي كده في اخر الجملة, ليه شكل معين ونقدر نقول عليه كده it's a very short question, it comes at the end of the statement. طب تعالى كده نفهم what is the question tag. The question tag بيقول لي كده it's a short question comes at the end of the statement to emphasize or to check information, بنجيبه في نهاية الجملة للتأكيد او لتأكيد المعنى او ان احنا نفهم او نأكد على المعلومة اللي احنا بنقولها في الستيتمنت. طيب بيبقى عبارة عن ايه؟ بيقول there is a comma, لازم بيبقى جاي كده معاه comma. احنا طول عمرنا عارفين ان الستيتمنت ends with full stop, تيجي اخرها full stop, لكن بدام هيجي وراها question tag يبقى انا مش هحط الفول stop بتاع الستيتمنت بتاعتي, لكن هحط comma وبعد كده اجيب question tag اللي هنعرف دلوقتي هو بيتعمل ازاي. بيقولي if the statement affirmative the question tag will be negative and vice versa. بمعنى ايه؟ ان ال question tags بيجي كده عكس جملته, احنا بنقولها كده عكس الجملة بتاعته. يعني لو الجملة مثبتة ال question tag يجي منفي, لو الجملة منفية ال question tag يجي مثبت, عكس بعض. طيب تعالى كده نشوف التركيبة بتاعتنا بتقول ايه. بيقولي ادي عندي ال statement اهي, جملة عادية جدا خالص معايا الكومة, بعد كده ال question tag ده الشكل اللي قدام, بيبقى عبارة عن auxiliary plus subject بس, هو ده التركيبة بتاعت ال question tag, auxiliary و subject بس, auxiliary و subject مفهوش اي حاجة تانية, وال question mark طبعا بتاعت. بيقول لي برضو مأكد لي على الحتة دي ان لو الجملة affirmative ال question tag يجي negative, لو الجملة negative ال question tag يجي affirmative. طيب ناخد مثال, بيقول لي she is a great teacher. عايزين نعمل هنا على الجملة دي ال question tag. اول حاجة بفكر فيها ان انا بدور على ال auxiliary اللي في الجملة, لو الجملة فيها auxiliary بستخدمه, لو ما فيهاش auxiliary بجيب verb to do بتاعي عادي خالص حسب زمن الجملة اللي موجود عندي. انا هنا she is a great teacher, في auxiliary طبعا, في auxiliary اللي هو verb to be في شكل is. طيب الجملة negative ولا affirmative؟ الجملة هنا affirmative, يبقى ال question tag على طول لازم يجيلي negative. يبقى انا هنا ال question tag ببتدي بدي الكومة بتاعتي واجيب ال auxiliary اللي موجود في ال statement عندي اللي هو is, بس بجيبه هنا في الحالة دي isn't, لازم احط عليه not, وال subject بتاعي اللي موجود في الجملة هنا شي بنقله زي ما هو, مفيش تحويل ضماير في ال question tag, الضمير بيتنقل زي ما هو. طيب نشوف الجملة التانية, my brother can't play the guitar. في هنا auxiliary, طبعا في هنا auxiliary اللي هو can't. طب الauxiliary هنا منفي ولا مثبت؟ منفي طبعا, يبقى طبيعي هيجي في الquestion tag عكسه, يعني هجيب المثبت بتاعه اقول ايه ده, can he. خلي بالك my brother انا مش هينفع احط my brother في الquestion tag, ما بيجيش فيه اسماء, الquestion tag لازم يكون pronoun, auxiliary plus pronoun, auxiliary plus pronoun, يعني لو جاي لي الفاعل هنا noun بحوله لي pronoun. طيب بيقول لي هنا notice الملاحظة اللي هو بيقول لي, بيقول لي if the statement has an auxiliary we use it in the question tag, ده الكلام اللي احنا قلناه, لو في auxiliary بستخدمه, طب لو ما فيش is or isn't, لو ما فيش we use verb to do like that, في ال present سيمبل في الأزمنة المضارع بستخدم do أو does, زي ما احنا عارفين do بتيجي مع الضمائر الجمع ومع I, و does بتيجي مع هي وشي وات والفاعل المفرد. In the past tense بستخدم الأوكزيلري بتاعي verb اللي هو did, ده دي في حالة لو الجملة ما فيهاش أوكزيلري. طيب نشوف في ايه تاني بعد كده, ناخد مثال, بيقولي كده you like meat, جملة قدامي اهيت ما فيهاش auxiliary خالص, يبقى في الحالة دي هتجه ل verb to do بتاعي حسب زمن الجملة, الزمن بتاعي هنا عندي الفعل like ده الزمن بتاعه ايه, present simple, يبقى هشتغل على طول في كلمة don't, يبقى هجيب ال auxiliary don't وجبته negative هنا ليه, عشان انا عندي هنا الجملة مثبتة, يبقى اقول كده don't you. في حد يقولي يا مس هو احنا you دي مش هنحولها ل I, لا question tag ده question حاجة تانية خالص غير تكوين الاسئلة اللي احنا خدناها قبل كده,
الضمير بيتنقل زي ما هو، مفهوش تحويل ضمائر خالص. الكوشن تاج مفهوش تحويل ضمائر خالص. We played chess yesterday. هنا played في زمن الماضي، يبقى على طول هجيب did. وخلي بالنا من حتة ان احنا لازم نجيبه نيجاتيف عشان الجملة مثبت. طيب we هنحولها؟ لا يا مس مش هنحولها، هنحطها زي ما هي. نقول كده didn't we، we played chess yesterday didn't we. كده احنا بنقول مش احنا لعبنا امبارح chess، مش كده هي معناها كده. منى doesn't go to school. منى doesn't go to school. انا عندي هنا هو auxiliary بقى اللي هو doesn't، بس هنا منفي، يبقى عشان اعمل question tag بتاعي يروح هنا، يبقى يروح affirmative مثبت، اشيل النفي واحط منى. مش هينفع احط منى خالص، مش هينفع يبقى فيها اسماء في question tag. هحولها لضمير اللي هو she، اقول كده does she. نشوف اللي بعد كده. بيقول spotlight، تعالى كده نسلط الضوء على حاجات معينة كده برضو بتقابلنا في question tag. بيقول لي عندي isn't و hasn't و haven't و won't. لما باجي اكتبها في الكويشن تاج لازم تكتب بشكل مختصر، يعني ما اقولش is not، ما اقولش has not، او isn't و hasn't وكده، بتختصر بالطريقة دي، يعني ما ينفعش اكتبها بشكل كامل. طيب بيقول لي الاسماء زي ما احنا اتفقنا كده، الاسماء لو الفاعل جاي لاسم زي منى هنا كده انا حولته لضمير، ما ينفعش اجيب اسم جوه الكويشن تاج. الضمائر برضو بيقول لي بالتانيها زي ما هي، ما بحولش، يعني ما بحولش اي ليو ولا وي يو، برضو ما بتحولش، الضمير بيتحط زي ما هو. بيقول لي يتم الاجابه. تعالى بقى، طب لو احنا حبينا بقى ان احنا نجاوب على الكويشن تاج ده، نجاوب عليه تاني نعمل ايه؟ خلي بالك بقى، احنا قلنا الكويشن تاج بيجي عكس الجمله، يعني لو الجمله مثبته الكويشن تاج منفي، لو الجمله منفيه الكويشن تاج مثبت. طب الانسر، الاجابه بقى بتاعتي، الإجابة بتيجي عكس الكويشن تاج تاني، يعني لو الكويشن تاج منفي أجاوب بيس، لو الكويشن تاج مثبت أجاوب بنو. يعني الإجابة شكل الجملة مش شكل الكويشن تاج، الإجابة شكل الجملة وعكس الكويشن تاج. نرجع نعكس تاني، يبقى بيقول كده يتم الإجابة على يس ونو، وتكون الإجابة بيس لو الجملة مثبتة ونو لو الجملة منفية، يعني الإجابة شكل الجملة وعكس الكويشن تاج. تعالى كده ناخد مثال. بيقول لي they aren't at home. هنا الكويشن تاج هيبقى ايه؟ are they. طب اجاوب اقول ايه؟ no they aren't. بص على الاجابه بتاعتي، جايه منفيه زي الجمله، او جايه منفيه عكس السؤال، زي ما انت عايز تفهمها بقى، يا تجيبها زي الجمله يا تجيبها عكس السؤال، زي ما يعجبك. I like English don't I. هنا منفي اهو، يبقى الاجابه هتبقى على طول yes you do، yes you do. تعالى كده عندنا شوية ملاحظات بقى، حاجات كده تكات كده في الكويشن تاج ده. تعالى نشوف أول ملاحظة. بيقول لي if verb to have، لو أنا عندي verb to have في الجملة، أنا طبعا عارفين إن verb to have ده ساعات يجي main verb وساعات يجي auxiliary، عارفين إن هو بيجي auxiliary if it followed by past participle، لو جه وراه التصريف التالت، يبقى في الحالة دي أنا بستخدمه في الكويشن تاج. لكن لو verb to have هو أصلا فعل اساسي في الجمله، فعل رئيسي، في الحاله دي بيعامل بجيب الاوكسيلري بتاعي من فيرب تو دو، زيه زي اي فعل في الدنيا. ما بيعتبرش هنا اوكسيلري، بستخدم هنا معاه فيرب تو دو، يا اما لو هو هاز بستخدم داز، لو هو هاد بستخدم ديد، لو هو هاف بستخدم دونت. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل. بيقول لي نبيل هاز ا كار. انا عندي هنا هاز هنا auxiliary ولا main verb؟ طب انا بفرق بينهم ازاي؟ ببص كده على هاز، لو هو جاي ورا verb to be sorry لو جاي ورا past participle يبقى هو هنا auxiliary، يبقى انا هستخدمه على طول في question tag. لكن هو هنا it followed by a noun، جاي وراه اسمه نبيل has a car، عنده عربية، هنا فعل اساسي main verb، فعل رئيسي في الجملة، يبقى في الحالة دي مش هستخدمه كأوكزيلاري، لا انا في الحالة دي هجيب أوكزيلاري من عندي اللي هو من verb to do، هجيب هنا doesn't، وجبت طبعا doesn't خلاص احنا اتفقنا بقى من الجملة مثبتة، يبقى الكويشن تاج منفي. طيب we had a computer، برضو كلمة had هنا أوكزيلاري ولا main verb؟ main verb، يبقى في الحالة دي had دي في past، يبقى انا هجيب لها didn't we، didn't we عشان الجملة برضو مثبتة. طيب نشوف الجملة number 3. she hasn't got the key. She hasn't got the key. Hasn't got. بص بقى على الحالة دي اللي عندي كده. Hasn't هنا بقى auxiliary ولا main verb؟
عشان وراها جوت اللي هو التصريف الثالث. يبقى في الحالة دي hasn't دي auxiliary يبقى انا هستخدمها. طب هستخدم hasn't ولا استخدم has؟ بجيب المثبت لان هي منفي، اقول كده has she. ملاحظة تانية او notice number two، بيقولي these words make the statement negative. خلي بالك في الانجليش بعض الكلمات اللي بتخلي لي الجملة نيجاتيف، يعني النفي في الجملة مش بنوت بس، لكن في كلمات بتنفي لي الجملة برضه. الكلمات دي نحفظها كده مع بعض، نقول كده مع بعض hardly, never, scarcely, seldom, few, little. نقولها كمان مرة hardly, never, scarcely, seldom, few, little. لما نلاقي كلمة من الكلمات دي شكلها شكل نوت بالظبط بتنفي لي الجملة. يعني ايه يا مس؟ يعني الكويشن تاج لازم يجي مثبت. يقول لي كده we can hardly go inside. كلمة hardly هنا معناها كده we can't go inside، يبقى هي جملة هنا منفية. خلي بالك قوي من الحتة دي. يبقى في الحالة دي هجيب اقول كده can we، اقول can we عشان هنا الجملة منفية. students never go to school on Fridays. never 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 هنا بتنفي لي الجملة، يبقى انا هنا هجيب الاوكسيلر بتاعي مثبت، هقول كده do they. do they نشوف notice number 3 بيقول لي ايه. خلي بالك برضو من الجزئية دي، بيقول لي لو انا عندي الفعل في الجملة اللي هو verb to be اللي هو am في شكل am او am not، لو انا بقول كده I am او I am not. طيب am هنا انا قلت احنا مش بنحول، بس تعالى كده لو انا عايز اجيب am نفي هقول كده am not؟ لا، ما بقولهاش كده في الكويشن تاج، دي الحالة الوحيدة اللي بعمل فيها كده. am بتحول ل are not لو انا هجيبها مثبتة، يبقى am لو انا عايز احولها ل negative في الكويشن تاج بحولها كده ل aren't I، يبقى I am changes to aren't I، I am changes to aren't I. طيب I am not تيجي مثبتة بقى changes to am I. am I هي المنفية بس اللي تحول ل are. ناخد مثال I am tall. I am tall ما ينفعش هنا بقول am not I، ما ينفعش اقول كده aren't I. I am not short هنا منفية، يبقى اقول كده am I. am I خلي بالنا برضو من النقطة دي. notes 4 ملاحظة number 4، عندي في كلمتين حاجة اسمها let's وحاجة اسمها let us. let's let us let's change to shall we. let's بتحول لي shall we لو جملة بدأ بليتس، اقول لك مثلا let's go to school. طب هنا الاوكسيلري ايه يا مس؟ الاوكسيلري هنا في الحالة دي بيبقى شال، عشان دي عبارة عن suggestion اقتراح shall we. طيب لو let us ديت بقى is permission، يبقى في الحالة دي will you will you will you. بيقول لي كده let's travel to Alex shall we shall we، لكن let us watch the film. let us watch the film will you will you. تعال بقى كده نشوف الاسئله بتاعتنا او some practice to this rule على القاعده دي كده بنحلها ازاي. بيقول لي this isn't your pen. خلي بالك كده ال question tag هنا is this. is this احنا قلنا هنا المفروض نعمل ايه؟ is it. is it انا ما عنديش اسماء اشاره في الكويشن تاج، لازم يبقى pronoun لازم يبقى ضمير. is it. is it number 2 you don't want this book. you don't want this book do i. do i الاجابه هتبقى do you، انا الضمير بنقله زي ما هو مش بحوله. she sleeps early. don't she. don't she هتبقى doesn't she. doesn't she I am good at French. am not I. am not I. واحد يقول I am اسمها أنا هنجيبها منفية، لا خلي بالك I am تحول في الكويشن تاج ل aren't. aren't I. aren't I. she didn't forget your birthday. she did. she did طبعا دي مش شكل كويشن خالص، يبقى المفروض تبقى did she. did she. it isn't hot today. does it. does it طبعا عندي الاوكسيلري اصلا موجود اللي هو isn't، انا مش محتاجه اجيب فيرب تو دو هنا، يبقى في الحاله دي هقول is it. is it you did your homework last night. don't you. don't you هتبقى الاجابه عندي didn't you وموجوده اصلا في الجمله.
طيب she never walks to school. She never walks to school, doesn't she? ها خلي بالك عندي هنا never في الجملة، يبقى الجملة هنا اصلا منفية، مش هينفع اجيب ال question tag منفي، هتبقى ال question tag هنا مثبت does you. عايز سؤال كده بس انا اقول قبل ما اختم، في الجملة number 7 بيقول you did your homework، هي did هنا auxiliary اللي انا استخدمها في ال question tag ولا did هنا main verb؟ اكيد طبعا did homework دي main verb، انا جبت didn't دي من عندنا ال question tag ده، جبت له auxiliary على الverb او على الزمن اللي موجود عندي في الجملة ان هو في الماضي، يبقى انا جبت ال auxiliary بتاعي didn't هنا في الماضي. بكده احنا خلصنا ال question tag. thank you and goodbye.